بلدنا فخورين كمصريين، كل واحد فينا فخور بأمه اللي عملته، فخور بأمه اللي سابته فيه وزرعت فيه معنى كلمة الرجولة وشهادة. فخور إن أنا أمي ست مصرية أصيلة كانت لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمتني كيف يمكن الحفاظ على عرض وشرف الجار وبنت العم وبنت الخال. ما يحدث في المجتمع الآن من متغيرات ونظرة للمرأة، فخر لكل المسلمين المصرية، لكل الدول الأفريقية، لكل العالم، أن المرأة هي تاج على الرؤوس، ليس ينظر لها نظرة دينوية. ولذلك فكرنا وقررنا إصدار هيري نيوز. هيري نيوز هي أول منصة نسائية في مصر والشرق الأوسط.